الاستحداد والمرافق. نحيي اليوم هذه الذكرى الماجدة، فذلك عرفانا بتضحيات الشهداء الأبرار، واستذكارا لمآثرهم، وتحسيسا للأجيال بمعاني الوطنية والفداء، واستحضارا لمدى عظمة التحدي التاريخي الذي خاضه بنات وأبناء الجزائر البواسل لتنبثق من نورهم بشائر النصر. إنهم هم النهج والقدوة. التاريخ يستوقفنا كل مرة في هذا الجبل لتذكر سيرة قائدين محنكين وبطلين من خيرة أبناء هذا الوطن المفدى، وهي محطة من أهم محطات التاريخية لثورتنا المجيدة.